حته المنتخب الاولمبي احنا ما حققناش. انا برضه فرصه ان اتكلم عن المنتخب الاولمبي، كنت بقول المنتخب الاولمبي اللي انا كنت ماسكه ما عنديش قاعده الاختيارات الموجوده في المنتخب الاول. المنتخب الاولمبي لما كنت ماسكه وانا رايح البطوله ما كانش معايا كل اللعيبه المحترفين، بس ما فيش ولا واحد مره طلع عليه الكلام ده، ولا واحد طلع قال ان انا ما كانش معايا تريزيجيه، ما كانش معايا كوكا، ما كانش معايا وقتها ورده ما جاش، ما كانش معايا خمس لاعبين ما كانوش موجودين معايا، فكان برضه ليها تاثير كبير جدا. وقاعده الاختيارات ما كانتش مش زي منتخب مصر. اختياراتي بالنسبه للاعبين زي ما انا قلت يمكن بالذات للمحترفين هنحاول برضه في المباريات الوديه ندي فرص لناس ثانيه عشان نتاكد ان الناس دي وجهه نظرنا مظبوطه، اذا كان على المستوى المحلي هم يستحقوا فرصه، لكن لما يروحوا للمستوى الدولي في نفس الوقت منتخب مصر هل هيبقى عندهم نفس الاداء ونفس الثبات؟ فيمكن في بعض الاحيان مش هستدعي حد عشان ادي فرصه لحد ثاني واكتسب عنصر جديد في مركز اخر. هو ده معيار الاختيار.